أنا بتعرفي سبب تصرفاتي معك وعدائتي؟ لأني معجب فيك كتير وحابك. رح أتجرأ وأعترف لك إني حبيتك من أول لحظة شفتك فيها. أورفيا، أنت عم تبالغ بردة فعلك؟ شو بو هاد؟ شوفي شو كتب لي. أنا بفرجي لها الواطي. بدي أسألك سؤال، أنت أكيد مجنون مو؟ لازم تخجل من حالك، يعني إذا ما بدك تحترمني أنا المفروض إنك تحترم زوجتك. ليكي قليل الذوق، ممنوع تبعتلي مرة تانية.